لا، تحدثنا في اللقاءات السابقة عن الائتمان المصرفي وتعريفه، ونحب نراجعها كده بسرعة. الائتمان مصدرها في اللغة ائتمنة، فالأساس في الائتمان هو اطمئنان المقرض لسلامة نوايا المقترض وسلامة مركزه المالي، والتي تعكس مقدرته على الوفاء بالتزاماته في وقت الاستحقاق. الائتمان هو قيام المقرض سواء شخص طبيعي أو شخص معنوي بالموافقة على منح المقترض سواء حالا أو بعد وقت معين ائتمان، سواء في شكل نقدي أو التزام مقابل عائد فائدة أو عمولة معينة، بضمان أو بالتزام المقترض برد الائتمان الممنوح له للمقرض في وقت معين. وتعرف التسهيلات الائتمانية والقروض المصرفية سواء كانت قصيرة الأجل أو متوسطة أو طويلة الأجل، بأنها تلك الخدمات المقدمة لعملاء البنوك، والتي من خلالها يتم منح الأفراد والمؤسسات والمنشآت والشركات أيا كان أشكالها، شركات أموال أو شركات أشخاص، وتحدثنا في السابق عن أنواع الشركات، وذلك يكون منحهم هذه الشركات أو الأفراد بالأموال اللازمة لأنشطتهم ولاحتياجاتهم التمويلية، على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة. وهنا طريقة السداد بيتم الاتفاق عليها مع العملاء وفقا لكل نشاط على حدة. ممكن أن يكون السداد على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو بشكل مختلف عن ذلك، وفي الأحيان الكثيرة تكون التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل، يكون السداد من واقع تحصيلات العميل، بحيث أن يقوم العميل بعد بيع منتجه سواء صناعي أو تجاري أو خدمي بتقديم هذه الشيكات نتيجة بيعه للبنوك للتحصيل، ونتيجة هذه التحصيل تكون سدادا لجزء من الدين والفوائد والعمولات، والباقي يتم السماح للعميل باستخدامه من أجل أن يستمر في أعماله. ويتم تطمين هذه العلاقة بين البنك وعملائه بتقديم مجموعة من الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أي خسائر، وينطوي هذا المعنى على مفهوم الائتمان والسلفية. أنواع الائتمان المصرفي: نتحدث عن من حيث الكيان الحاصل على الائتمان، وهنا يفرق بين الائتمان الخاص والائتمان العام. الائتمان الخاص وهو الذي يمكن فيه من الذي يكون فيه من يحصل على الائتمان فردا أو شركة أو مؤسسة وفقا لنشاطها، سواء كان نشاط صناعي أو تجاري أو خدمي، أي أن متلقي الائتمان يكون فردا طبيعيا أو شخصية اعتبارية. الائتمان العام وفيه يكون متلقي الائتمان هو الدولة أو شخصا معنويا من شخصياتها، ونذكر منها طبعا الدين الداخلي للدولة، سندات وأزوم الخزانة، وكلنا نعلم أن هذه أدوات الدين الداخلي للدولة. أنواع الائتمان من حيث أجال التسهيلات والقروض: هنا ينقسم الائتمان إلى ائتمان قصير الأجل وهو ما يسمى بالتسهيلات الائتمانية، ومتوسط الأجل وطويل الأجل. والائتمان قصير الأجل هو ائتمان لا تزيد مدته عن سنة، وهذا النوع يهدف عادة إلى تمويل عمليات الجارية الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو الخدمية أو قطاع المقاولات أو قطاع الاستيراد والتصدير، وهنا يسمى تمويل الاستثمار العامل، وقد تحدثنا عنه في لقاءات سابقة. الائتمان متوسط الأجل مدة هذا الائتمان ما بين أكثر من سنة حتى أقل من 5 سنوات، ويهدف إلى تمويل شراء خطوط الإنتاج وكذلك تمويل احتياجات الأفراد من السلع المعمرة، وبمعنى أشمل قروض التجزئة المصرفية. الائتمان طويل الأجل التمويل التي تزيد مدته عن 5 سنوات بصفة عامة، ويستهدف في العادة
تمويل رؤوس الأموال الثابتة مثل شراء خطوط الإنتاج للمصانع، ويكون ذلك من خلال فتح حساب للقروض للخصم عليه لتمويل شراء هذا الخط، وفي حالة أن يكون شراء هذا الخط من الخارج يتم فتح الاعتماد المستندي للاستيراد من خلال البنك، ويتم خصم قيمة هذا الخط خط الإنتاج على الجاني مدين اعتمادات مستندية وتحويل القيمة إلى المورد بالخارج. وعند ورود خط الإنتاج إلى المصنع يتم رهنه وقيده بقائمة الرهن على موجودات المصنع لصالح البنك، وهي من الضمانات القوية والمطلوبة دائما عند تمويل المصانع. أنواع الائتمان من حيث الغرض من الائتمان. وهنا يتم التفرقة بين الائتمان الإنتاجي أو الاستثماري والائتمان التجاري والائتمان الاستهلاكي. الائتمان الإنتاجي ويسمى الائتمان الاستثماري وهو ما يقدم للمشروعات الإنتاجية الصناعية الخدمية الزراعية لتمويل ما تحتاج إليه من أموال لتمويل شراء خطوط إنتاج أو تجديدها أو التوسع في نفس النشاط. والائتمان التجاري هو ما يقدم للمشروعات لتمويل عملياتها الجارية للاستثمار العامل، ويقصد بها هنا تمويل الاحتياج التمويلي للعميل. وهنا تقوم البنوك باحتساب قيمة الاحتياج التمويلي لكل عميل على حدة من واقع أداؤه من خلال تقديمه لميزانياته للسنوات السابقة، والتي يتضح منها أداؤه خلال فترات مقارنة. وهل هناك نمو في أنشطته وحجم مبيعاته، أم أن هناك انكماش، أم هناك تذبذب، وما أسبابه؟ وهل العميل يعاني من عسر في التدفقات النقدية، أم أن لديه سيولة بشكل كبير؟ ثالثا، الائتمان الاستهلاكي وهو ما يقدم للأفراد من أجل تمويل احتياجاتهم الاستهلاكية من السلع المعمرة، ويكون على شكل باب التقسيط، ومنها أيضا شراء السيارات وخلافه. أنواع الائتمان من حيث الضمان. وهنا يفرق بين الائتمان الشخصي والائتمان العين. الائتمان الشخصي هذا النوع من الائتمان لا يطلب من المدين تقديم أي أموال ضمانا لتسديد دين، بل يكتفى بالوعد الذي يقدمه المدين ويلتزم فيه بتسديد الدين. وهذا الوعد طبعا يكون موثق بإيه؟ بعقود موقعة بين البنك والعميل. ومن الواضح أن مثل هذا النوع من الائتمان يتطلب ثقة الدائن في المدين من حيث الرغبة والقدرة على السداد. وقد يتم تضمين الائتمان الشخصي بعقد كفالة تضامنية، سواء من فرد طبيعي أو كيان اعتباري. فرد الطبيعي في حالة أن يكون التمويل لمنشأة أو شركة، يتم توقيع بعض المسؤولين عنها عن عقود كفالة تضامنية لصالح البنك ومذكور فيها مبلغ الدين. وفي الغالب تكون زوجة العميل، أبنائه أو العميل يتم توقيعه على هذا العقد إذا كان عنده أولاد قصر. يوقع بصفته ولي طبيعي على أولاده القصر. ليه إحنا بنحتاج هنا توقيع العميل؟ إن في بعض الأحيان بعض العملاء بينقلوا أموالهم لأبنائهم القصر، وبعدها هؤلاء الأبناء يبلغوا سن الرشد ولا تستطيع أن ترجع عليهم بالمديونية إلا إذا كان عندك أو إذا كان متوفر عقد بتاريخ سابق لبلغهم سن الرشد بكفالتهم لهذا الدين من خلال توقيع والده. 2. الائتمان العيني هو التمويل
الذي يكون مغطى بضمانات عينية مثل تمويل بضمان بضاعة مخزنة، سواء مخازن استيداع عام أو مخازن خاصة أو عقارا أو محاصيل زراعية أو أوراق مالية إلى آخره، وتم التوضيح والشرح المسبق في هذا الموضوع باستفاضة. أنواع الائتمان من حيث طبيعة العملية الائتمانية محل الائتمان، وهنا يتم التفرقة بين الائتمان النقدي والائتمان التجاري. الائتمان النقدي وهو معروف لدى الجميع، في هذا النوع من الائتمان يقوم موضوع الائتمان نقدا، فالدائن يقدم نقودا للمدين الذي يلتزم بردها وتسديدها في وقت لاحق. وطبيعة هذا الائتمان نقدية كما هو ملاحظ لأن محل الائتمان نقد. الائتمان التجاري في هذا النوع يكون محل الائتمان سلعة أو خدمة تقدم بثمن مؤجل، كما يدخل في هذا النوع تقديم الثمن مقابل سلعة أو خدمة مؤجلة، وهو التزام المشتري بدفع الثمن والتزام البائع بتسليم المشتري السلعة أو الخدمة. الخدمة مثل برامج الكمبيوتر وخلافه. أنواع الائتمان من حيث الصفة الاقتصادية، هنا بنفرق بين الائتمان الذي يتمتع بالتصفية الذاتية والائتمان غير ذاتي التصفية. ائتمان التصفية الذاتية هو الائتمان الإنتاجي الذي يستطيع فيه المدين السداد من خلال استخدام قيمة الائتمان نفسه. على سبيل المثال، فإن القرض الذي يقدم لصاحب مصنع هو قرض ذاتي السداد أو التصفية، لأنه يقوم بسداد القرض من خلال استخدام القرض في العملية الإنتاجية، وبالتالي يتم توفير التدفقات النقدية اللازمة للسداد من واقع مبيعاته، حيث أنه يكون عنده مبيعات يومية أو أسبوعية أيا كان دورية عمله، ويتم تقديم الشيكات على مدينيه من البنك للتحصيل مع سداد المدفوعات النقدية التي يتم البيع من خلالها بيع نقدا من نشاطه، يتم إيداعها بالبنك ويتم السماح له باستخدام جزء منها والباقي لسداد جزء من المديونية، وذلك بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري وفقا لمتحصلات ومبيعات العميل. الائتمان غير ذاتي التصفية ويتعلق في العادة بالائتمان الاستهلاكي، حيث يقوم المدين بالوفاء بما عليه من أموال ليس المعاملة الائتمانية دخل في إحداثه. فالائتمان الذي يقدم للمستهلك لشراء منزل مثلا يعتبر غير ذاتي التصفية، لأن المستهلك يقوم بتصفية القرض أو سداده على فترة من الزمن من دخله، ويتم اعتساوه وفقا للربح الائتماني لكل عميل على حدة وفقا لدخله الموفر. وقد أصدر البنك المركزي بعض التعليمات في الفترة الأخيرة بأن يكون الربح الائتماني لعملاء القروض الشخصية والأفراد لا يزيد عن 50% من دخله. وما تم ذكره يعتبر أهم أنواع الائتمان التي تقدم من قبل البنوك تجاه عملائها، ويتم تحديد الأنواع حسب معايير الشخصية والقدرة والرغبة على السداد والضمان والأجل ورأس المال والظروف المحيطة التي تحدد توجه إدارة البنك للتعامل مع كل أوجه الائتمان. قد يجمع الواقع العملي في المعاملة الواحدة عدة صفات وأشكال للائتمان. قد يكون في المعاملة الواحدة عدة صفات وأشكال خاصة، منها قصير الأجل الاستهلاكي أو خاص طويل الأجل الإنتاجي، وقد يكون في الوقت نفسه من حيث الضمان شخصيا أو عيني، ويمكن الجمع بين أكثر من نوع في آن واحد وفقا لما تسفر عنه الدراسة الائتمانية والاستعلام المصرفي عن العميل والائتمان للعميل ومدى احتياجه للتمويل سواء قصير الأجل أو متوسط أو طويل الأجل وهكذا. على سبيل المثال، مثلا لو عندنا مصنع ومحتاج تمويل طويل الأجل لتجديد خط إنتاج أو شراء خط إنتاج، فبيتم احتساب احتياج التمويل لهذا المصنع، وهل السوق يحتاج لإنتاج إضافي أو لأ. طبعا دراسات السوق بتكون متوفرة لكل نشاط، وهل نشاطه يستوعب التجديد
أو لأ، وفي نفس الوقت يكون يحتاج إلى تمويل الاستثمار العام، محتاج بعض الدفعات اللي هتشغل له إيه حجم شغله قصير الأجل، إنتاجه ومبيعاته اليومية، وقد يتم الموافقة على أن يكون من هذه التسهيلات قصيرة الأجل السماح له بدفع بعض المصروفات البسيطة والمرتبات من قيمة مبالغ التمويل قصيرة الأجل، بحيث لا تزيد مثلا عن 10% من قيمة التمويل. هنتكلم هنا عن أسس منح الائتمان. الائتمان المصرفي أو البنكي يعتمد على قواعد وأسس وتعليمات منظمة ومستقرة ومتعارف عليها وفقا لمعايير دولية وقوانين منظمة. طبعا كل قوانين الدولة بتشمل وبتحدد العلاقة بين كافة أفراد المجتمع، والقانون الهام هنا الذي نتعامل من خلاله هو قانون البنوك، قانون النقد والبنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية وتعديله. وهذا القانون ليس هو فقط من يتم التعاون خلاله، ولكن هناك قانون الشركات المساهمة، قانون لائحة المناقصات والمزايدات، بعض القوانين الكثيرة، وقانون الشيك ألا تنظم عملية التعامل مع البنوك وعملاء، وهي اللي توفر عنصر الأمان لأموال البنك، وذلك يعني اطمئنان البنك لأن الشركة أو العميل الذي يحصل على الائتمان سوف يتمكن من سداد القروض الممنوحة له أو لشركته مع فوائدها ومصاريف خدمة الدين في المواعيد المحددة لسدده. تحقيق الربح هو المقصود بذلك حصول البنك على فوائد ومصاريف خدمة الدين من القروض التي يمنحها، تمكنه من دفع الفوائد على الودائع لعملائه أصحاب الحسابات الدائنة ومواجهة مصاريفه المختلفة، وتحقيق عائد على رأس المال المستثمر على شكل أرباح صافية السيولة، واحتفاظ البنك بمركز مالي يتصف بالسيولة، أي توفر قدر كافي من الأموال السائلة لدى البنك. النقدية والأصول التي يمكن تحويلها إلى نقدية إما بالبيع أو بالاقتراض وضمانها من البنك المركزي لمقابل طلبات السحب دون أي تأخير. وهدف السيولة دقيق لأنه يستلزم الموازنة بين توفير قدر مناسب من السيولة للبنك، وهو أمر قد يتعارض مع هدف تحقيق الربحية، بمعنى لو وفرت مبلغ من السيولة نسبته الكبيرة من المبالغ المودعة لديك من العملاء، فهنا بيمثل عنصر أمان للبنك، ولكنه في نفس التوقيت بيؤثر على ربحية البنك بالسلب بانخفاضها، لأن البنك لم يقم بتشغيل النسبة الأكبر من السيولة لديه. ويبقى على إدارة البنك الناجحة مهمة الموائمة بين هدفي الربحية والسيولة. بعد مراعاة الأسس المذكورة وطبقا لحاجة السوق، يقوم كل بنك بوضع سياسته الائتمانية وفقا لتعليمات وأسس منح الائتمان وكذا القوانين المنظمة، مثل قانون البنوك، قانون الشركات المساهمة، وقانون لائحة المناقصات والمزايدات إلى آخره، وكذا المعايير الدولية مثل معايير بازل، وهي إطار يتضمن مجموعة المعايير والشروط الإرشادية تزود بها إدارة منح الائتمان المختص لضمان المعالجة بشكل موحد للموضوع الواحد، ووفقا لتقدير لجنة المنح وأسس تقييم الجدارة الائتمانية لكل عميل، وتوفير عمل الثقة لدى العاملين بالإدارة ما يمكنهم من العمل دون خوف من الوقوع في الخطأ، وتوفير المرونة الكافية أي سرعة التصرف بدون الرجوع إلى المستويات العليا ووفقا للموقف طالما أن ذلك داخل نطاق السلطة المفوضة إليه. سنتحدث عن العوامل الخاصة بالبنك، وتشمل هذه العوامل درجة السيولة التي يتمتع بها البنك حاليا وقدراته على توزيعها.
ومفهوم السيولة يعني قدرة البنك على مواجهة التزاماته وخاصة في الأجل القصير، أي توفر بعض السيولة لدى البنك في حال احتياج عملائه لصرف بعض النقود من حساباته. لابد أن يتم دراسته جيدا وتوفير هذه السيولة بشكل جيد بحيث أن تكون مناسبة لاحتياجات العملاء وفي نفس الوقت لا تزيد عن ذلك لكي لا يقل توظيف هذه السيولة، وبالتالي يكون المردود ربحية للبنك ولحسابات عملاء. والتي تتمثل بصفة أساسية في عنصرين هما هي السيولة، تلبية طلبات المودعين للسحب من الودائع، وأيضا تلبية طلبات الائتمان أي القروض والسلفيات لتلبية احتياجات السوق والعملاء. نوع الاستراتيجية التي يتبناها البنك في اتخاذ قراراته الائتمانية ويعمل في إطارها، أي في استعداده لمنح ائتمان معين أو عدم منح هذا الائتمان. الهدف العام الذي يسعى البنك إلى تحقيقه خلال المرحلة القادمة استراتيجية البنك، يكون من خلال إيه؟ استراتيجية البنك. القدرات التي يمتلكها البنك وخاصة الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على القيام بوظيفة الائتمان المصرفي وأدنى التكنولوجيا المطبقة وما يمتلكه المصرف من تجهيزات إلكترونية حديثة. العوامل الخاصة بالتسهيل الائتماني يمكن حصر هذه العوامل بما يلي: الغرض من التسهيل، المدة الزمنية التي يستغرقها القرض أو التسهيل، هي المدة التي يرغب العميل بالحصول على التسهيل خلاله، ودي بتفرق كتير قوي خاصة في عمليات المقاولات. يكون العميل مقدم عملية رسيت عليه ومحتاج بعض التسهيلات عليها، منها خطاب ضمان نهائي، لأن طالما رسيت عليه يبقى الابتدائي صدر من قبل، عايز خطاب ضمان نهائي، عاوز تسهيلات نقدية. وكل التسهيلات المطلوب الحصول عليها لابد أن يتم الموافقة عليها في حالة موافقة البنك قبل أو في توقيت استلام موقع العمل، لأن لو تأخرت عن ذلك بتأدي عن التأثير في أداء العملية بالنسبة للعميل. أي المدة التي يرغب العميل بالحصول على التسهيل خلالها تم شرحها، ومتى سيقوم بالسداد، وهل تتناسب فعلا مع إمكانيات العميل واحتياجاته التمويلية. طبعا ده بيكون من خلال الدراسة الائتمانية اللي بيعدها البنك من واقع ميزانيات العميل وسابقة أعماله في حال قطاع المقاولات، وهل سابقة أعماله تسمح له بأنه ينفذ عملية مثل المسندة إليه في الوقت الحالي والمطلوب عنها تمويل أم لا. مصدر السداد الذي سيقوم العميل المقترض بالسداد منه، ولابد أن يكون متولد من نشاط. بمعنى برضو لو ذكرنا قطاع المقاولات، لابد أن يكون مصدر السداد عبارة عن شيكات صادرة من جهة الإسناد المسندة لعملية المقاولات أو عملية التوريد بالنسبة لقطاع التوريدات، أو من مديني العميل أو عملائه في حالة التجارة والبيع بالآجل، وكذلك بالنسبة للصناعات لأن يكون السداد من واقع التحصيلات النقدية لمبيعات المصنع أو الشيكات الآجلة على عملاء. طريقة كنا بنتكلم عليه مصدر السداد، أيوة الغرض من التسهيلات، لابد من استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله التسهيل، ودي تم النص عليها في قانون النقد والبنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، لما تلاحظ من وقوع مخاطر حقيقية قبل صدور هذا القانون في استخدام بعض العملاء للتسهيلات في غير الأغراض الممنوح من أجلها. وكان معظم أخطاء العملاء في هذه الفترة إن كان بيستخدم التسهيلات قصيرة الأجل في تمويل طويل الأجل، بمعنى الحصول على تسهيل قصير الأجل مدته عام، ونكتشف أنه بدأ في إنشاء بعض الخطوط في مصنعه، خطوط إنتاج أو عمل توسعات أو عمل تجديدات، وده طبعا خطأ في استخدام التسهيل.
طريقة السداد المتبعة، هل سيتم سداد القرض أو التسهيل دفعة واحدة في نهاية المدة مع سداد الفوائد شهريا، أم سوف يتم سداده على أقساط دورية؟ أم نتيجة تحصيل شيكات العميل نتيجة بيعه لمنتجاته، أم شيكات مستخلصات، أم أوامر توريد والشيكات الصادرة عنها إلى آخره، وذلك بما يتناسب مع طبيعة نشاط العميل وإيراداته وموارده الذاتية وتدفقاته الداخلة. نوع التسهيل المطلوب، هل يتوافق مع السياسة العامة للإقراض في البنك أم يتعارض معها؟ كل بنك فيه لجنة بالأصول والخصوم اسمها لجنة الألكم، بتحدد نسب التوظيف للأموال المتاحة في البنك، ومن هذه النسب بيتم تحديد نسبة لعمليات القروض والسلفيات، ويتم تقسيم هذه النسبة أيضا إلى أنواع متنوعة من الإقراض، الشركات بنسبة معينة اسمها شركات الائتمان الكبرى أو ائتمان الشركات الكبرى، والشركات المتوسطة والصغيرة، والمايكرو فاينانس اللي هي متناهية الصغر، وقطاع التجزئة المصرفية الريتيل. فلابد أن يكون التسهيل المطلوب متوافق مع هذه السياسة، بمعنى البنك لو مخصص مثلا 5 مليار لتمويل قطاع الخدمات، وقد استغرق البنك 5 مليار بالكامل هذا العام، تقدمت له شركة من هذا القطاع، فيتم رفض منح هذا النوع من التسهيلات لهذه الشركة، الشركة الخدمية، لأنه تم استغراق المبالغ المتاحة لهذه النوعية من العملاء. في بعض الأحيان تقدم بعض الشركات للحصول على تسهيلات ويكون نشاطهم أصبح غير مطلوب في المجتمع، فبيحاول العميل إنه ينقل المخاطر بالكامل للعميل للبنك ويحصل على قروض، وتكون النية مبيتة بعدم السداد. وبالتالي فإن الدراسات الائتمانية وقطاع المخاطر في البنك، المخاطر الائتمانية، يقوم بدراسة كل حالة باستفاضة كاملة حتى لا يقع البنك في مخاطر حقيقية. مبلغ القرض أو التسهيل، حيث أنه كلما زاد المبلغ عن حد معين كان البنك أحرص في الدراسات التي يجريها، خاصة أن نتائج عدم سداد قرض بمبلغ ضخم تكون صعبة وقد تؤثر على سلامة المركز المالي للمصرف. ويمكن أن نضيف إلى هذه العوامل ضرورة الالتزام بالقيود القانونية، حيث تحدد التشريعات القانونية التي يصدرها البنك المركزي إمكانية التوسع في الائتمان أو تقليصه، والحد الأقصى للقروض وخاصة العميل الواحد وأطرافه المرتبطة. وجدير بالذكر أن هناك تم بعض التعديلات بشكل تخفيض نسب تمويل عميل واحد عن المقررات الدولية بازل، بناء على قرار السيد المحافظ محافظ البنك المركزي، حيث أصدر قرار بأن يكون نسبة تمويل العميل الواحد 15% من القاعدة الرأسمالية للبنوك، ويتم زيادة هذه النسبة إلى 20% في حالة وجود أطراف مرتبطة وشركات شقيقة للعميل. القاعدة الرأسمالية كما تم شرحها من قبل في أحد المحاضرات هي رأس مال البنك زائد بعض الاحتياطيات. فلنفترض أن القاعدة الرأسمالية للبنك اللي بتساوي رأس المال زائد بعض الاحتياطيات بتساوي 5 مليار جنيه، يكون نسبة تمويل العميل الواحد 5 مليار في 15% 750 مليون جنيه، يعني ده الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد البنك واحد. في حالة وجود شركات شقيقة يتم منح هذه الشركات بحيث ألا يزيد مبلغ التمويل بالكامل أنا 20% من القاعدة الرأسمالية اللي هي كام؟ 5 مليار في 20% تساوي 1 مليار جنيه.
وفي حالة طلب العميل تسهيلات أكثر واحتياجه التمويلي يسمح بذلك وتدفقاته النقدية تسمح بالسداد، يتم منح قرض مشترك سندكيشن لون ويتم إشراك بعض البنوك فيه، ويكون هناك بنك وكيل هذا القرض ومن يدير هذا القرض.